رافع عبد السلام من وعاده بوزاره الاوقاف. اهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه اسراء. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وكل مصرنا الحبيبه والعالم الاسلامي بخير وصحه وسعاده وسلامه ان شاء الله. الصيام غير صحيح بدون صلاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اعظم على عباده المنه، جعل الصوم حصنا لاوليائه وجنه، وفتح لهم به ابواب الجنه، وعرفهم ان وسيله الشيطان الى قلوبهم الشهوات المستكنه، وانه بقمعها تصبح النفوس مطمئنه. وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصيام غير صحيح بدون صلاه؟ طيب، الصلاه فرض والصيام فرض. انا زي نفس القصه اللي قلناها في ارتداء الحجاب، ده فرض وده فرض. انا بصوم هاخد اجر الصوم، لكن الصلاه هيبقى عليا الوزر ان انا ما بصليش. ونصيحه، الصلاه هي الفريضه الوحيده التي فرضت بدون وصيه للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل الفرائض نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سيدنا جبريل امين وحي السماء، الا الصلاه كانت مباشره من رب العزه الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعظم مكانه الصلاه. فما نضيعش الصلاه. خلينا احنا بندور على حسنه تزحزحنا وتدخلنا الجنه وترفعنا درجات في الجنه، ونكون مع حضره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنان بلا سابقة عذاب أو هوان. فتعالوا نبقى في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، مش هنضيع الفرائض. رمضان فرصة عظيمة لاكتساب الثواب واكتساب الحسنات. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ربنا سبحانه وتعالى بيعتق كل يوم من النار طوال شهر رمضان، وفي ليلة القدر بمقدار، أو في آخر ليلة كمان من رمضان مقدار ما أعتق طوال الشهر. فتعالوا نكون من العتقاء وما نضيعش هذه الفرصة، ما نضيعش إن إحنا نكتسب حسنات رمضان وفرص رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربكم في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لها على أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. طب أنا ربنا هينزل لي نظرة في هذه الأيام، مش هشقى بعدها أبدا، ما اغتنمش الفرصة. وعندنا حديث قدسي نقله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة بيقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعذنه. فإحنا عندنا الفرائض، ربنا بيحب هذا العمل من العبد، فتعالوا نشتغل على هذه الفرائض وما نضيعش الفرصة اللي احنا فيها دي عشان نكون من عتقاء رب العزة سبحانه وتعالى من النار. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعمل فيرضى رب العزة سبحانه وتعالى عنه إن شاء الله بهذا العمل.